طلقة 9 مللي. اللهم اعزك يا شطره. لا معاك يا باشا معاك. عايز حاجة كويسة؟ كويسة ده ايه؟ ده انا عندي حاجة تهبل. ايوه. عارف القمر؟ اهي دي تقول للقمر قوم يا معفن وانا اقعد مطرح. ايوه. لا 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 معليك مش هتعمل اي حاجة. احنا بنقدم خدمة متكاملة all inclusive. ماشي يا باشا ماشي في حفظ الله مع السلامة. ازيك يا توح؟ ازيك يا روح توح؟ يا روح النعناع انت يا جميل. انت النهارده مش بتاعتي يا توح. مش فاهم يعني ايه؟ الراجل الكبير عايزك يا ستي. مين الراجل الكبير ده وشافني فين؟ الراجل الكبير ده حد من التقايل اللي في البلد. اما بقى شافك فين فانا اللي وريته الفيديو. فيديو؟ دي نصيبة. لو انت يعني الفيديو اللي انت مصوره جوه ده مش عشان مزاجك؟ انت بتفرجه للناس؟ ايه الانانية دي يا توحة؟ يعني احنا نتفرج وننبسط وبقى الناس تتحرق؟ لا ما يصحش. المهم يا بت انا حاسس ان انت هتتنقلي نقلة كبيرة قوي يا بنت المحظوظة. بقى كمان السنة. عارفة لو الراجل الكبير ده انبسط منك هتخش التاريخ من أوسع أبوابه. طب أنا هروح أغير هدومي بقى عشان ألحق أدخل التاريخ. عايز أتفرج بقى على طقم التاريخ. التاريخ بس. التاريخ والجغرافيا يعني. باي روح. عسل بنت الإيه؟ رحلة مزج العذاب بالمتعة. عذاب؟ عذاب ايه كفالة الشر؟ شوفي يا توحة الألم لما بيكون موجود بالحاجة الحلوة بيبقى ليها طعم ومذاق تاني خالص. هو الكلام يعني كلامك غريب يا باشا. حلو وعجبني بس يعني مش فاهمة حاجة. مش فاهمة تقصد ايه؟ من الساعات بيبقى جسمك كده تعبان ومرهق وتتشك شكه كده ونزلي كام نقطه دم تحسي بعديها براحه تامه. دم؟ ما بلاش تخوفني منك بقى يا باشا. عارفه يا توحه احلى حاجه فيكي ايه؟ ايه؟ ان في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش وهتتعلمي على ايدي بقى حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده. وماله يا باشا؟ انا جاهزه اجرب واتعلم اللي عمري ما شفته. مش بقولك انها رحلة؟ رحلة تاني؟ انا والله ما فاهمة حاجة يا باشا. طب ايه رأيك بقى نطلع من هنا ولا نختصر المسافة ونعدي من هنا؟ نعدي من هنا ازاي بقى؟ نعدي من هنا يعني تبلي نغرق. نغرق؟ طيب تعالي بقى موريك الغرق الجميل شكله ايه. أوه. نفسي يا بت تعرف مين اللي شرحك كده. قولي ساكتة بقى مالكيش دعوة. الله وانت هتستقوي علي انا؟ كنت يا اختي استقوي على اللي ضربك. احكي يا بت وقول. ما تسكتي يا وزة بقى وتنقطيني بسكاتك. انا ناقصاكي؟ بتزعقوا ليه يا حلوين؟ بتقولوا ايه من غيري؟ عاملة ايه وزة؟ ايه ده؟ اللي عامل فيكي كده يا بت؟ هتضربك بخرطوم ولا ايه؟ لا. امال ايه؟ كرباج. يا لهوي. شوفي يا اختي البت اللي كانت مستقويه علينا جايه متخرشمه ازاي؟ ما تحكي يا بت كرباج ايه؟ كرباج عمل. ما سمعتيش يا اختي عن عشاء العمل؟ اهو ده بقى كمان كرباج عمل. يا بت انت بتضحكي علينا ولا ايه؟ ما تقول يا توحه ما تنقطيناش كده بالكلام. قولي في ايه يا حبيبتي؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ ماشي حاضر هحكي لكم. رحت قابلت يعني راجل من الرجاله العلوي قوي الجامدين دول. قعدني قاعده ايه فخمه قوي. قعدت في الجنينة أنوار إيه وأكل إيه وشرب إيه هيسة. وبعدين قعد يعني يتكلم معايا كلام كده ما فهمتوش الصراحة برضو في الأول. قال لي أنا عايزك تمشي على الطوب المكسر والإزاز المكسر. الأبصر إن الحاجات دي لما تعمليها نفسيتك كده تتغير والوجع اللي في نفسك يروح
وتبقي احسن من الاول. وبعدين بعد كده يعني دخلنا على الاوضه وبس ايدي وقال لي شكرا يا حبيبتي. بصي انا بحاول اتكلم مصري زيكم وافهم، بس المكسر والنفسيه والطوب فاهم حاجه انت؟ والنعمه فاهمه حاجه. ولا انا فهمت حاجه ان كان انا ما فهمتش، انت اللي هتفهمي يا مخبله انت. الله، طب وسبتيه يعمل فيكي كده ليه يا بيت؟ هعمل ايه يعني يا وزه؟ شغلي كده، اكل عيشي كده، اقول له لا؟ يعني اللي يقول لك اي حاجه تعمليها تعمليها، انت هبله ولا ايه؟ اه اعملها، امال اعمل ايه يعني؟ واسكتي بقى، انا قاطيني بسكتك وانت عامله زي قبله النظره كده. الله، وانت هتعصبي عليا؟ الحق عليا، انا خايفه عليك. ما تسكتي بقى شويه بقى، انت مركبه راديو في بقك. تصدقي ان انا بنت رمى، انا بسال عليكي جاتك القرف ان شاء الله تولعي. خلاص وحدوا الله بقى، لا اله الا الله. ايه يا ام هاشم، طلعي الشيطان من بناتنا ورجعوا كده زي الحلاوه بالقشط. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، ما تزعليش، انت شكلك احلى وانت مقلمه كده، حتى تجديد للزباين يبقى شكلك بالطول كده. بس بقى يخرب بيتك بنت فقر بقى احلى وهي مقلمه. بس يا فقر تلاقي زباين احلى. ده نصيبك يا توحه، واضح ان الراجل انبسط منك قوي لدرجه انه زود الفيزيتا. الله، بس يا باشا الراجل ده يعني كان بيتكلم كلام كده غريب ما فهمتوش. غلط يا توحة، غلط. أي حاجة تسمعيها كأنك ما سمعتهاش خالص، دي طبيعة شغلتنا، الأمانة فيها أهم من الكفاءة. وبعدين أنت انبسطتي، كل مهمتك تبسطيه وبس. بس أنا بقى يا باشا مش هروح للراجل ده تاني، شايف الكرابيج معلمة على جتتي إزاي؟ ده شوهني. هتروحي له ورجلك فوق رقبتك، مش بمزاجك. بعدين شوف التواخ ده قد ايه في ليله واحده، فلوس ما ياخدهاش رئيس مجلس اداره في شهر. عيب يا توحه، ما تبطريش عن نعمه لا تزول، حرام حرام. مش احسن بيه كده؟ انا احبك واحطك في نن عينيا واتك عليك. مش احسن بيه عسل انت يا روح النعناع. يلا سعيده. سعيده مبارك. اسمع بقى يا جو، عايزك تعمل لي قصه كده تبقى ايه حكايه، ابقى بقى ايه توحه مرحله. شكلك طالعه ماموريه الباشا كبير. مالكش فيه يا جو، يلا اشتغل اعمل الكوديباني بتاعك. ايوه بس السنجافه دي مش سنجافه زبون عادي ابدا. خليك في حالك، قولنا بقى. ماشي موريني. تعالى يا جو، تعالى الحق البتاع اللي بتعمل لي بيها دي، سخنت خلاص، هيعملوا عليا شوربه من عينيا. اصل انا حاسه ان انا قاعده قدام فرن الخبيث كده، زي ما يكونوا حطوا راسي في فرن الخبيث. معلش هي فعلا المكوه بتبقى سخنه شويه واحيانا بتلسع على فكره، بس ايه الخبيث دي؟ شكلك مش من هنا. انا من المنصوره. ايه المنصوره؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده اهل المنصوره دول ناس زي العسل، وبناتهم كلهم حلوين زيك كده. ده من ذوقك يا مدام. انا اسمي تقى، الحاجه تقى. اهلا وسهلا يا حاجه تقى. حبيبتي تسلم. الا قوليلي، هو انت بقى بتشتغلي ولا من ربات البيوت؟ لا انا مش من ربات البيوت ولا قاعده، انا عايشه على قفا صاحبتي اللي هي هناك دي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يا حبيبتي ربنا يخليكوا لبعض، ما هو يعني الناس لبعضيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ولا ايه؟ ونعمه بالله طبعا. بصي يا حبيبتي، استني هديكي حاجة. هو راح فين؟ كان هنا دو، والنبي كنت حاطه هنا. استني اهو لقيته. بصي ده الكارت بتاعي، لو فكرتي انك تشتغلي يا سلام، هبقى مبسوطة قوي لو اشتغلتي معايا. لا انا افكر طبعا اشتغل، بس يعني لا مؤاخذة اشتغل ايه؟ طب يا حبيبتي مش ربنا بيقول ان الله مع الصابرين؟ كل حاجة في اوانها يا حلو. حاضر هكلم. يا اخي استناكي. طب يا اختي ما تديني انا كمان كارت كده زي اللي تسيل صاحبتي. والله يا حبيبتي من عينيا، بس قدر الله ما شاء فعل، ده اخر كارت معايا. خساره. معلش. انما قولي لي بقى، الجوز التعابين الحلوين دول، دول عيار كام؟ لا يا حبيبتي دول مش جوز، ده واحد بس. انما التاني حطيته في الدرج الخامس في الدولاب، كنت شارياه يعني بحوالي 5000 جنيه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. انما يعني حجاب ازاي كده وانت جايه تعملي شعرك؟ لا يا حبيبتي انا مش جايه اعمل شعر، انا جايه اعمل باديكير. ومين بقى اللي بيعمل لك الباديكير؟ البت فاتن اللي هي. شاطره البت دي. بقول لك ايه، هو ده يعني الماس حقيقي ولا زركون؟ لا انا ما بستعملش الزركون، انا كل حاجتي ولله الحمد يعني بلف عليها عشان حته الذهب اللي البسها ما يبقى لهاش اخت.
ما شاء الله. اتفضليها يا روحي. ميرسي يا حبيبتي، جميلة عليكي قوي ما شاء الله. الله يكرمك يا حبيبتي، جزاك الله خير. يلا يا جو خلص بقى، خلص. حاضر حاضر. خلص والنبي.